هاد الوقفه بان من الاجحافات اللي كاينه ماشي هذه الاولى. هاد الاقتطاع من المنبع، اقتطاع من المنبع غادي يدير لنا واحد الخلل في الميزانيه الكبير، لان ما عارفينش بان العياده ولات كتقاسي بزاف. ديجا كثرنا، ديجا ولاو اخطبوطات كبار اللي ولاو دايرين دي كونفونسيون مع توت لي سوسيتي ومع تو لي زورغانيزم. كيف في داك الفوتات اللي كيجي لعندنا، ولا مشينا حتى درنا شي عمليه غادي يبدا يتقطع لينا من المنبع. حنا كناضلو باش المواطن تكون عنده لاكارت ميديكال، صادير يمشي تكون عنده اون كارت اللي يبدا يمشي بها، ما يبقاش يخلص غير واحد على حساب شنو دايرين. اللي يقدر يحط لك 40 درهم 50 درهم في لا كونسلطاسيون، فلهذا كنلقاو راسنا غادي تعطينا فلوسنا ناقصين ب 20% باش غادي نمشيو هاد العيادات، لان المصاريف كثيره ولات اون كونكورونس تري رود. تيخصك الماتيريال تكون ديرني ديكري. اللي بغا نقولك حنا التلفازه اللي باش كنخدموا الجهاز اللي كنخدموا به وصل 80 مليون، وخصك دوز به 3 4 سنين وخصك تعاودو، حيت كيولي دوطخ لوجيسيال اللي ما يمكنش ليك غادي تخدم بداك القديم. دونك عندنا كلنا واقفين غير بالليزينغ وبلي كريدي. ملي غيبدا يتخاد لينا من بنباع، كيفاش غادي نبداو نغطيو المصاريف؟ حتى نهضروش على الارباح، المصاريف ديالنا غادي تقاسو من غير خلي لا سي ان اس اس لامي اللي دارت لي زانديبوندون. القطاع الخاص مجحف عليهم بزاف، بحيث وقتاش كيوصل الطبيب كيحط تيبغي باش يدير لا بريزون شارج. ملي كيجي مرض عضال، الا جا مرض عضال راه ما يمكنش ليه يخدم، الا ما خدمش ما يمكنش ليه يخلص. هذيك تكون 400 500 700 اللي وصلها ل 1000 درهم ما غيمكنش ليه يخلصها، وإلا ما خلصهاش الشهر اللي ما غيخلصهاش فيه ما غاديش يكون غومبورسي، ما غاديش يكون عنده تعويضات، ما غتكونش عنده بريزون شارج. الوغ كو السالاري ديالك حتى إلا خرج من الخدمة عنده 6 شهور كيبقى يستافد. إلا مرض بمرض عضال منه الكونسير، لا سي ان اس اس كتبقى هازة عامين بالخلصة ديالو بلي بريزون شارج. حنا ما تخلصش في نوفمبر، مرضتي ما تخلصش في نوفمبر، المرض اللي جاك من مورا ما غاديش يتسدير. هذا من ناحيه ديال كنقول بان العيادات ديالكم مهدده بالافلاس. لا، مهدده بالاغلاق، بان العيادات ديالنا مهدده بالاغلاق. على داش ملي غتحيد لي 20% في داك الشيء اللي غادي ناخذ باش غادي نكملوا عاد خلي. وحنايا ما عرفتش علاش بغاو يديروا المهن الحره اللي عندهم كيديروا ان كونطابيليتي ديكلاراتيف، ستادير في لافان دلاني راه غنخلصوكم. علاش تاخذوا لينا من بنباع وعاد نديروا كوتيزاسيون مينيمال على شيف دافير ديال 4%، وعاد في افريل خصنا نحيدوا لي شارج وداكشي اللي بقى لينا. يلاه 30000 درهم اللي عندنا معفيه من الضرائب في لافان دلاني، واش 30000 درهم غادي تعيش طبيب؟ هي 3000 درهم الشهر. وعاد يزيد يدير لنا الاقتطاع من المنبع، تنقول اللهم هذا منكر. سي فغي حنا مع الخزينه العامه، حنا كنأديو الواجب، بالخصوص الطبيب ما عندوش كيفاش يتملص من الضرائب على داش كيعمر الميتويال. افيك لو نوفو لوجيسيال كاين الغوكوبمون، حتى اللي بغى يتريشي راه غيجيبها في راسو. ولكن باش تجيو بهذا القانون بحال هكا، هنا تتقول لنا غادي نسدو على داش كاين الشهر اللي كنساينو عادك داك لاكت اللي درنا باش يغطي لنا شحال من المصاريف ما غنبقاوش نلقاو. هذا اللي تنقولو، وكنتمنى بان يشوفوا لي غوسيت منين يجيبوهم. اول حاجه اللي كنطلبوا هي ترشيد النفقات، الا كان ترشيد النفقات للمال العام المغاربه كلهم يعيشوا بخير. راه لا يعقل انا نبات نخدم ونضل نخدم باش ندير واحد الغوندوم وما نشوف لا ولادي ولا والو، ونجي نخلص لا باغ دو ليون ديال لي زامبو، وفي الاخر نلقى هذاك اللي تيمشي للمال العام اللي التبذير ديالو لا حاسب ولا رقيب.